نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت أم مجاهد، سودانية مقيمة في الأمارات العربية المتحدة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هل هذا حديث صحيح؟ وإن كان صحيح فكيف أعرف المؤمن والتقي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، يشير إلى قلبه، والتقوى والإيمان مكانهما القلب، والله المطلع على القلوب. وإذا دخل بيتي جاحد كافر جائع، ماذا أفعل معه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فيخذ الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ومعناه لا تتخذ الفساق أصحابا، وإنما تتخذ الأخيار، أهل الصفات الحميدة، أهل المحافظة على الصلوات، الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم عن محارم الله. هذا معنى ذلك: لا تصاحب إلا مؤمنا. والمؤمن من أظهر أعمال الخير. القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وليس للناس إلا الظاهر. فمن أظهر الاستقامة على دين الله بالمحافظة على الصلوات وأداء حق الله وترك محارم الله، فهذا يقال له مؤمن، ويقال له مسلم، ويقال له متقي أيضا، حسب ما ظهر لهم ظهر من أعمال. أما القلوب فإلى الله عز وجل، لا يعلم ما فيها إلا الله، وإنما يؤخذ الناس بما أظهروا من الأعمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، يعني أن أصل التقوى في القلب. متى صلح القلب صلحت الجوارح، ومتى فسد القلب فسدت الجوارح. فالنبي يشير إلى أنه ينبغي المؤمن أن يعتني بقلبه ويجتهد في صلاح قلبه وطهارته حتى تصلح أعماله وأقواله، كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن فسدت مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق على صحته. فالقلب هو الأساس، فمتى عمر بتقوى الله ومحبته وخشيته سبحانه والخوف منه والنصح له ولعباده، استقامت الجوارح على دين الله وعلى فعل ما أوجب الله وعلى ترك ما حرم الله. وقوله: ولا يكون طعامك إلا تقي، لا تدعو إلى طعامك إلى الأخيار، لا تدعو الفساق والكفار. قال العلماء: هذا فيما يختار، يختاره الإنسان ويتخذه عادة له. أما الضيوف فله شأن آخر، الضيوف لا مانع من أن يقدم لهم الطعام وإن كانوا ليسوا أتقياء، وإن كانوا فجارا، وإن كانوا كفارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه الضيوف من الكفرة وغير الكفرة، فيطعمهم ويكرمهم عليه الصلاة والسلام، تعريفا لهم على الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف مأمور به شرعا ولو كان غير مسلم، وفي إكرامه دعوة إلى الإسلام وتوجيه له إلى الخير، ليعرف محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق. أما أن تتخذ أصحابا غير مسلمين يأكلون طعامك ويصحبونك فلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك، وإما أن تبتع منه لتشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمؤمن ينظر في أصحابه وأخلاءه ويختار الأخيار الطيبين، أهل الصلاة، أهل الاستقامة، أهل السمعة الحسنة، حتى يعينوا على طاعة الله، وحتى يستشيرهم فيما يشكل عليه، وحتى يتعاون معهم في الخير. ولا يتخذ
أهل الفسق والكفر أصحابا وأولياء، لأنهم يضرونه ويجرونه إلى أباطيلهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي، يعني حسب الاستطاعة وفي الاختيار. أما إذا هجم الضيف فإن الإنسان يكرم الضيف بما يليق بمقامه، طيب، ويدعوه إذا كان فاجرا أو كافرا يدعوه إلى الخير، ينصح له، يدعوه إلى طاعة الله والاستقامة على دين إن كان فاسقا، يدعوه إلى الإسلام إن كان كافرا. وجاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم كفار، فأكرمهم ودعاهم إلى الله عز وجل حتى أسلموا. فالضيف له شأن آخر. وكذلك قد يدعى الإنسان إلى وليمة فيجتمع بأناس لا خير فيهم فلا يضره ذلك لكونه لم يقصد صحبتهم، وإنما جمعه معهم الطعام كما يجمعه معهم السوق والمساجد ونحو ذلك وهم فساق. فالحاصل أن الشيء الذي ينهى عنه هو أن يتخذ الفاجر أو الكافر صاحبا وصديقا يأكل طعامه ويزوره ويتزاور معه ونحو ذلك. أما ما قد يعرض للإنسان من مجيء الضيف إليه أو اتصاله بغير مسلم لدعوته إلى الله أو لشراء حاجة منه، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم كفرة واشترى من اليهود حاجات عليه الصلاة والسلام، وقد دعاه اليهود فأكل طعامهم وأحل الله لنا طعامهم. هذه أمور ينبغي أن يعلمها المؤمن وأن تكون منه على بينة، حتى لا ينهى عما أذن الله فيه، وحتى لا يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. نعم. اللهم استعان.